المشكله خويا هما الناس هادو طيحوا الدارة ديالي هي طيحوها، وحنا ديجا عندنا قال القرار باش نخرجوا، ودفعنا الدوسي 4 سنين هادي. واحد الاخ ديالي اللي استفدت وانا قال لك اسيدي عتام متزوج في 2013، ما كاينش من دابا باقي ما كاين حتى شي حاجه اللي غادي تمنحك بالاستفاده. واش ناهو تطيح عليا الدار عاد باش يجيو، ورغم ذلك طيح عليا الدار ما غايديروا معنا حتى حاجه. انت شوف الدار طالع على قدامك كاين لا حمايه لا يديك لا يخليك، تطاح لي على الحيط هنا، دخل كاع الحيط لداخل، هانتوما غادي تشوفوا طاح الدار، طاحت على الحيط الجنب ديال الدار راه تشقات، راه تشوفوا كل شيء غادي تشوفوا. دابا باقاش كما هادي وماشي غير بزاف 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 ماشي عشويه، والله العظيم الا مهددين صباح وعشيه، والله الا مهددين ومكرفسين وحق الله. وانت هما قدامك شوفوا ما هما داري غادي، انت الخدمه ديالهم ما كملوها، انت شوف كل شيء انت باقي الحجره الحمام يطيح الحجر وتطيح، شوف كي داير انت شوف. واش هادي خدمه؟ هادي حاله، هادي حنا تنسموا مغاربه، تنسموا مواطنين، ما تنسموش مواطنين، محسوبين كاع واقيلا كاع فوق الوقت اللي تمشي عند المسؤولين تيقول لك وباقي ما قالوا لنا حتى حاجه، وباقي ما عطاونا الورد باش نعطيوكم. تطيح منين طيح عاد باش يجيو، يقدروا يعطوك ويقدروا ما يعطوك، يقول لك خرج السير اسيدي ما عندنا ما نديروا لك. هما ساكنين ومرتاحين وناعسين مع ولادهم، وحنا راه في الرعب صباح وعشيه، وكثر من تطيح الشتا. انت تدخل اخويا تشوف هادشي، هاد الحاله هادي اللي كاينين فيها حنا من هنا، غير الصور غانيين على الهضره، الصوره غانيه على الكلام، غنشوفوا تشوفوا كل شيء بعينيكم. تنتمناو المسؤولين الله يجازيهم بخير بلا ما نطلبوا، هذا حق مشروع عطانا سيدنا، يديروا معنا شي حاجه الله يرحم الوالدين، يديروا معنا شي حاجه. راه ماشي راه عندنا الدراري يا ولادي، راهما ولادي، راهما شوف صباح وعشيه مهددين، تا يجي يطيح عليك اللي شويه يطيح عليك عاد باش يجي يقولوا لك شنو اللي واقع هنا؟ ما عرفتش من اللغه بغينا نهضروا مع هاد الناس هذا. المشكل هو هادشي ديال الدراري، خلاو ريبو خلاو هنا كله مغبر، خلاو الدار مسقوقه ما صوبوهاش ما قادوهاش، ذاك القوم ضربات القروه ما قادوهش، يجيو يقادو هادشي ويقادو هاد الحيوط وحيدو ذوك الحيوط اللي غيطيحو على الدراري. شنو ريبو؟ شنو ريبو؟ دار حتى اللي هي تنطالعه، دار زعزعوا علينا غير الديور وخلاونا دابا. وملي قلت لي ملي كيقول لك خرجي، ملي كنقولي بنتي كيقول لك خرجي سدي الدار، وبنتي عندها سمسين ديال الجواج، قال لك لا خصها تكون عندها 12 عام عاد تسافد، لا تسافد معاك، على انا غندي معايا بنت عندها ولد وغنديها تسكن معايا؟ غيقبلها لي خوها؟ ما غيقبلهاش لي خوها. هو ما يجيو يديروا لنا حل يصوبوا لنا هادشي ويحيدوا ذوك الحيوطه اللي باقيين زايدين غيطيحوا على الدراري. دابا هادشي خطر على الدراري الصغار؟ خطر على الدراري الصغار هادشي. يجيو يقادوا، يجيو يقادوا ذاك الطرف ديال الحيط اللي تما كاينه مطيحينه، يجيو يقادوه، ضربوه بالقروه، رجع بالقروه وضربوه، تلا تزعزعت وضرب ولا كيطيح من الدار. دابا انا عارفه هذيك الدار غادي غدا ولا غدا تطيح علينا.